كان عادي يعني ما تهتمش انك ممكن تشتري منه او تقول يمكن اكله مش نظيف يمكن مش ما بتعرفش ايش خلفيه القصص وايش وراء قصه الشخص هذا اللي بيبيع او ظروف. ربما الحرب الان اثبتت لنا اشياء كثيره وانا شيء يخرج من الجو لكن القصه عالقه في ذهني فاعذروني يعني. نختار الفائز الثاني. مبروك لصاحب الرقم 7 7 2 9 2 3 1 9 6. مبروك لصاحب الرقم 7 7 2 9 2 3 1 9 6. اتصال. فاللي شفناها اليوم مثلا في الفيلم او في القصه يعني في معاناه يعني ما اضطرش واحد او واحده يخرج للشارع غير للحاجه للضروره. فيعني لو يعني كنت اقرا ايضا بعض البوستات في الفيسبوك للشباب يقول لك اذا شاهدت هؤلاء اشتري منهم الان ضروري واجب